قد أقول أحيانا لزوجتي يا أختي، وقد أسمع بعض الإخوان يقول لها يا أمي، يقوله لزوجته، فما حكم مثل ذلك النداء ووصف الزوجة بإحدى المحارم؟ يكره للرجل أن يصف زوجته بوصف إحدى محارمه فيقول يا أمي أو يا أختي أو خالتي أو نحو ذلك ممن يحرمن عليه، لأن هذا فيه مشابهة للظهار، فيه مشابهة للظهار وإن لم يقصده، ولو كان قصده الإكرام فإنه يتجنب هذا اللفظ.